بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل السادة المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اكلات وتكات شيف حس على قناة الحياة. زي ما عودناكم تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. النهارده 17 رمضان بنقول لكل سادة مشاهدينا في كل انحاء العالم كل سنة وانتم طيبين. امبارح عملنا ايه؟ عملنا اهم حاجة الكنافة بتاعتنا اللي عملناها طبعا بقرع العسل بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها، وعملنا شوربة لسان العصفور بكرات اللحمة، وعملنا ورقة اللحمة. تعمليها بقى حسب افراد اسرتك، شخصين، اربعة، ستة، تمانية، عشرة، في زود اللحمة مع البصل مع التتبيل. النهاردة تعالوا نعرف النهاردة المنيو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل شوربة بروكلي بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها، وهنعمل كمان طاجن بطاطس بالفراخ، وهنعمل كمان كيكة الرواني بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. تعالوا عشان نعمل أهم حاجة صينية البطاطس بالفراخ، بجيب الفرخة وبغسلها كويس جدا 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 من بره ومن جوه، ملح خشن وفلفل خشن ودقيق وخل، وادعكها مرة واتنين وتلاتة، واقطعها على أربع أجزاء أو تمن أجزاء، وافتحها فتحات كده عشان السوى. خد بالك الطاجن بتاع البطاطس احلى حاجه فيه تستمتع فيه ان هو يبقى ني في ني هيطلع معاكي زي الفل، بس اتاكدي من نظافه الفرخه كويس جدا جدا. عايزه تقطعيها على اربعه، عايزه تقطعيها على ثمانيه، زي ما انت عايز. اهم حاجه تنقعيها في ميه فيها تلج، فيها خل، فيها عصير ليمون، فيها ملح، عشان اي زفاره تنتهي منها جدا، لان احنا اتفقنا ان احنا هنسوي ني في ني. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه جبت عندي كيلو بطاطس وقشرته يا ياسر، وقطعته زي ما انت شايف كده قدامك شرائح، ونقعته في ميه بملح يا تفاصيلك. وعندي بصل، وعندي فلفل رومي، وعندي طماطم وفلفل حار، وعندي عصير طماطم وصلصه، اهم حاجه شويه شوربه فراخ مركزه، وعندي ملح وفلفل وشويه جوز الطيب وشويه مستكه ومكعب مرق للبهارات بتاعك، واهم حاجه في الموضوع ده معلقه سمنه. هنحط الخليط ده كله مع بعض ونسيبه يعتق، وبعد كده نشوف التفاصيل. اول حاجه اصفي عندي البطاطس بتاعته. الاستاذ ياسر جايب لك الفراخ اهو قدامك عشان تشوفي تفاصيلك كلها قدامك اهو حركاتك. صفي الفراخ البطاطس بتاعتك كويس جدا جدا. على ما نصفيها كويس جدا قدامك، بروح جايه حاطه البطاطس بتاعتي اهي يا ياسر في الطاجن بتاعي. الطاجن بتاعك اهو البطاطس قد كمية الفراخ. وبعد كده بجيب عندي الشوربة بتاعتي، وبجيب الصلصة والطماطم والبهارات. بحط عندي معلقة الصلصة، بحط كوبايتين من عصير الطماطم على الصلصة، وبعد كده بجيب لها كوبايتين من شوربة الفراخ المركزة، كوبايتين من شوربة الفراخ المركزة. خطواتك كده كلها قدامك اهو. وبعد كده أتبلهم ملح وفلفل وجوز الطيب ومستكة ومكعب مرق، كل بهاراتك قدامك اهو، وأروح جاية مقلباهم. يبقى انا حطيت صلصه الطماطم، حطيت صلصه الطماطم، حطيت عصير طماطم، شوربه فراخ، حطيت ملح وفلفل وجوز الطيب ومستكه وحبهان وشويه من مكعب المرق، كل ده موجود مع بعض اهو. تمام. يبقى اهم حاجه الخلطه دي اهم حاجه اللي احنا هنسوي فيها الصينيه بتاعتنا زي ما انت شايف كده قدامك. وبعد كده يا عم ياسر تعالى اما نشوف هنكمل ايه. عندي اول حاجه معلقه سمنه بلدي حلوه، اوزعها في كل حته، اطعم بيها البطاطس، صينيه البطاطس بتاعتي. بجيب بصلتين شرايح، بوله كبيره، بصلتين شرايح، بصلتين شرايح، اوزعهم في كل حته. بوله كبيره، واحد فلفل رومي اخضر كبيرة، بولة كبيرة، واحد فلفل رومي أحمر، واحد فلفل رومي أصفر، كل ده قدامك. وكمان إيه يا حسن؟ واحد فلفل حار بدون بذر، مهم جدا الفلفل الحار ده. التركة المهمة
طماطمايه لحم زي ما انت شايفه كده شرايح كلها قدامك، عشان تعملي احلى صينيه بطاطس بالفراخ. يا جمال تمام، كل حاجتي جاهزه كده، كل الوانك، واهم حاجه الخليط بتاع الطماطم والصلصه وشوربه الفراخ والبهارات بتاعتك دي، اهم حاجه دي، اهم حاجه فيها. تعال اخد الحاجات دي كلها احطها في وعاء كبير يا ياسر عشان اقلبها، عشان ادخلها كلها في بعض. دخلي كل مكوناتك مع بعض والوانك كده مع بعض عشان كل حاجه يا جمالك تمام. اجيب عندي جزء من الخليط ده احطه تحت الاول، واروح جايه واخده الفراخ المغسوله بتاعتي الجميله دي وموزعاها. زي ما انت شايف كده قدامك اهو. واهم حاجه واروح جايه ساقيه جزء من الخليط بتاع الصلصه بتاعتي دي اللي فيها التوابل وفيها شوربه الفراخ بتاعتي، واروح جايبه بقيه الخليط اوزعه في كل حته عشان اما اجي احط الخليط بتاعي يكون ملاه، عشان التسويه بتاعتي الطماطم والعصير الصلصه والعصير والشوربه والبهارات بتاعتي تبقى في كل حته، والبطاطس تبقى، والسمنه البلدي اللي انا حاططها دي ما تنساهاش. عايزه تحطي زيت حطي زيت، انا حاطط سمنه، انت عايزه تحطي زيت حطي زيت زي ما انت عايز. خطواتك كده كلها قدامك اهو يا تفاصيلك. احلى صينيه في الدنيا. وبعد كده هنكمل نسقيها بالايه؟ عشان السوا بقى ده هياخد قد ايه يا حسن؟ ساعه ونص، ساعه ونص قبل الفطار عشان تطلع كلها دايبه مع بعض. صح كده. ممكن تسلقيها لو انت شاكه، لكن انت لو نضفتي كويس جدا جدا هتستمتعي بطعمها وهي ني في ني. تمام، كل حاجه خدتها تمام وزي الفل. تعالى بقى يا عم ياسر نجيب الومنيوم فويل عشان نبدا نكمرها صح، ونبدا ندخلها الفرن على درجه حراره 180 ساعه ونص تنكمر. بس اهم حاجه اكمريها صح. يعني ايه اكمريها صح؟ تقفليها كويس قوي الومنيوم فويل عشان ما يكونش البخار متسرب خالص، عشان تستمتعي واحده واحده كده عندك. تعالى بقى احط هنا الومنيوم بتاعي واقفل. تعالى بعد كده يا عم ياسر اقفلها كويس. وفرنك على درجة حرارة 180 لمدة ساعة ونص. قفليها كويس جدا جدا. تمام؟180 درجة الحرارة لمدة قد إيه يا حسن؟ ساعة ونص. عشان تستمتعي بأحلى صينية بطاطس بالفراخ ني في ني. واتفقنا لو أنتِ شاكة في الزفاره، لو ما نضفتهاش كويس جدا ممكن تديها بلونجي. يعني ايه بلونجي؟ يعني تحط ميه سخنه بتغلي فيها بصلايه تديها فيها غلوه وتطلعيها عشان تشيل الزفاره. لكن انا متاكد لان انا نقعها في ميه فيها خل، فيها عصير ليمون، ملح، قشن، ثلج لمده ساعه بعد ما نضفتها، فكده متاكد ان هي نظيفه مش هتعمل لي اي مشكله. اتاكدي من دي، وبعد كده حطي ني في ني، دوبي الصلصه مع عصير الطماطم مع البهارات مع شوربه الفراخ المركزه كويس، واسقيها ودخليها الفرن وطعميها زيت زيتون او زيت ذره او سمنه بلدي زي ما انت عايز. تعالى علق هنا على الشربات بتاع الرواني. بحط كوبايتين من السكر، واحط عليهم ذره ملح ليمون، واحط عليهم كوبايتين من الميه، وادوبهم بره النار ده عشان ايه؟ على ما الرواني يستوي يكون الشربات بتاعه جاهز اهو. ده الشربات بتاع الرواني من غير نار،
من غير نار، حطيت كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وذره ملح ليمون، وبعد كده بص مفيش نار، مش مشغل النار، دوبي كويس على ما نبدا نعلق على الرواني، يكون الشربات جاهز لانها مش هتاخد وقت. يبقى انا عملت لك صينيه البطاطس نايف نايف، تريكات وتفاصيل وحركات شيف حسن، علقت عليها كده، اشغل النار وعلى تعالى نعلق على شوربه البروكلي. عشان اعمل شوربه بروكلي صح الصح وهيلسي، بحط معلقه زيت ومعلقه من السمنه تقدح على النار، عندي بصلايه صغيره، عندي عود كرات، عندي عود كرفس، عود كرات وعود كرفس، واقلبهم مع بعض. التركه المهمه بقى في التومه بتاعت الشوربه دي يا ياسر، بجيب التوم وبحطه في الفرن بعد ما ادهنه زيت وادخله الفرن لمده ساعه، يبقى طاري كده روستد روستد اهو، يبقى ايه مستوي في الفرن. خدي بالك من التفاصيل، التوم عشان تستمتعي بطعم التوم في شوربه البروكلي. يبقى انا حطيت الثلاثي بصل وكرات وكرفس، واحط فصين توم روستد يعني مشوي في الفرن، مش هتبان طعمه بس هيبتسته هيبقى كويس جدا جدا. وادوب الكلام ده كله مع معلقه زيت ومعلقه زبده، الثلاثي مع التوم الروستد كويس قوي، خطواتك كده كلها قدامك. وبعد كده علقت على شربات الرواني، عشان لما اوصل للرواني يا ياسر تبقى كل حاجه جاهزه، مفيش اي حاجه مشكله. وصينيه البطاطس بتاعتي بالفراخ دخلتها الفرن على درجه حراره 180 لمده ساعه ونص، بس لازم تكوني كامراها كويس قوي 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 قوي، لازم تدوب السكر كويس وترفع النار على الاخر. عندي هنا جاهز الثلاثي مع التوم، دبل خالص مع بعض زي ما انت شايفه بقى شفاف، بصل وكرات وكرفس، والتوم بتاعي شويه في الفرن مع الزيت. تمام، بجيب عندي ثمره بروكلي اغسلها واقطعها ظهر زي ما انت شايفه كده، ظهر البروكلي قدامك اهو، وياخد الطعم بتاع طعم الزيت والزبده والكرات والكرفس والثوم والبصل، لازم ياخد الطعم كويس قوي، تستعجليش عليه عشان تعملي شويه شوربه بروكلي بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. على ما ياخد ويدي اجهز له شويه ميه سخنه بتغلي، اكون مجهزه له ميه سخنه بتغلي، خدت ودت معايا، وريحه الكرات والكرفس والتوم الروستد طلع عليا، يدبل عندي والبطاطس في الفرن. على ما يدبل ويجهز عندي بقول التريكات والحركات لا ناسها، انتظروني.